ورجعنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ محمد عيد الشحات، باحث دكتوراه في اللغه العربيه جامعه المنصوره، وهنتكلم عن معايير اداره الفصل لدى المعلم. مرحبا بحضرتك معانا دكتور محمد، سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، اهلا اهلا بيك. بحضرتك واهلا بكل مشاهديك الكرام. يا رب. تمام، احنا النهارده موضوع الحقيقه مهم جدا، هنتكلم عن معايير اداره الفصل لدى المعلم. تمام. خليني اقول لحضرتك في البدايه، ده علم الاداره بشكل عام علم كبير جدا. تمام. إذا اتكلمنا عن العلم ده فليه أسس وليه معايير وليه يعني روافد كتيرة جدا، لكن خلينا نتكلم على إدارة الفصل، وده حاجة مهمة جدا، أو يعني وحدة من الوحدات المهمة داخل المؤسسة التعليمية، يمكن أهم وحدة داخل المؤسسة التعليمية. إيه اللي ممكن نتكلم فيه من ناحية إدارة الفصل، أو إزاي ممكن يبقى فيه معايير أو يعني شروط معينة أو ضوابط معينة لازم تستخدم داخل الفصل الدراسي؟ طبعا حضرتك أي شيء علشان ينجح يعني لازم يكون له إدارة. طبعا احنا دايما بنتكلم الإدارة بمصطلح بيتكرر كتير جدا في حياتنا، يقول لك مثلا إدارة الذات، إدارة صحيح الوقت، صحيح، إدارة الأزمات. في أي شيء يعني دايما تلاقي الإدارة مرتبطة بحاجة فيها نجاح، كنت أقول فالعمليات حاجة، يبقى فيها انضباط كمان، فيها انضباط، فيها فيها نجاح نظام وانضباط. بالظبط. صحيح. فالإدارة طبعا لها تعريفات كتيرة جدا، وزي ما حضرتك قلتي علم كبير جدا، بس أبسط تعريف له نقدر نقول إن الإدارة عملية تحقيق الأهداف بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفق منهج محدد. طبعا نفهمها بقى كلمة كلمة دكتور محمد. بالراحة، واحدة واحدة. تحقيق الأهداف، أيوه أنا عشان أكون بعمل حاجة، عندي مثلا العمليات التعليمية، صحيح، العمليات التعليمية عايز منها إيه؟ ايوه أكيد ليه أهداف. صحيح، تمام كده. يبقى أول حاجة عملية تحقيق الأهداف، تحقيق الأهداف. يعني عشان يكون في تحقيق أهداف لازم يكون لها إدارة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. أنا بشوف عندي المدارس طبعا كلها إمكانياتها مش واحدة، بس المعلم هو اللي بينجح العملية دي، هو اللي بيقدر يستغل الإمكانيات. يعني ممكن تلاقي مدرسة إمكانياتها بسيطة بس العملية التعليمية فيها أنجح بكتير من مدرسة فيها إمكانيات تانية أعلى. ده بيكون إزاي؟ مش موضوع إن الإمكانيات موجودة، موضوع إزاي الاستخدام الأمثل لهذه الموارد. المعلم قدر يوصل لحتة ان هو يستخدم الموارد اللي عنده حتى لو هي بسيطة، بس يستخدمها استخدام ايه؟ استخدام امثل. بالظبط. دي الادارة بصفة عامة. ادارة الفصل نوع من انواع الادارة اللي بيقوم بيه المعلم. بيعمل ايه؟ بيوظف مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات ليخلق بيئة تعلم جيدة وايجابية داخل الفصل. يعني محورها الاساسي المعلم، هو اللي يقدر يخلق بيئة تعلم جيدة داخل الايه؟ داخل الفصل. نقدر نلخص إدارة الفصل في 5 معايير، يعني الخمس معايير او الخمس مرتكزات، يعني ممكن نقول عليها معايير، معايير ممكن نقول او عليها مرتكزات. مرتكزات. طيب ان تمام. المعلم لو ركز عليها بيقدر ان هو ينجح العمليات التعليمية داخل كويس جدا، الفصل. كويس تمام؟ دكتور محمد. اولى او اول هذه المعايير عندي حاجة اسمها فهم التلاميذ. أول معيار من أو أول معايير إدارة مرتكز. الفصل الدراسي أو أول بالظبط، مرتكز أو هو أول مرتكز اسمه فهم فهم التلاميذ. التلاميذ. فهم التلاميذ هنا مش معناها إن التلاميذ يفهموا الدرس، لا، لا طبعا، إن المعلم يفهم التلاميذ اللي عنده. أيوه بالظبط كده. إيه خلفياتهم الثقافية؟ بالظبط. أول حاجة يفهم مستواهم، نقاط الضعف والقوة اللي عند التلاميذ بتوعه، صحيح، عشان هو بيتعامل معاهم. تاني حاجة يكون عنده خلفية غير قليلة عن أسرهم، فهم كويس، الأسر بتاعتهم، كويس، ظروفهم الاقتصادية، ظروفهم الاجتماعية، ظروفهم الثقافية. ده بتساعده بعد كده في إن الطفل اللي عنده أو التلميذ اللي عنده لو صدر منه سلوك غير سوي بيقدر يعرف سببه يقدر إيه. يقيم. يعني مثلا أنا لو عارف إن الأسرة دي مثلا أسرة منفصلة، مثلا الولد مش موجود مع الأم مثلا، أيوة كويس، هقدر ده هيكون عندي يفسر لي بعض السلوكيات اللي هو ممكن الطالب يقوم بيها. يبقى أنا بفهم التلاميذ بتوعي، بفهم نقاط القوة ونقاط الضعف، بفهم أسرهم، بفهم مشاعر التلميذ ومشاكله عشان وانا بتعامل معاه خلال العمليات كويس. التعليمية. طيب الفهم ده بيتم من خلال ايه؟ يعني انا ازاي افهم التلميذ اللي عندي؟ بفهم التلميذ اللي عندي من خلال حاجتين. اول حاجة اعتماد على شخصية المعلم اثناء الشرح واحتكاكه بالطلبة، بيقدر ان هو يعرف طبيعة الطفل اللي عنده او طبيعة التلميذ اللي عنده. بس ده مش كفاية، لازم المعلم يتعاون او يتبادل المعلومات مع المعلمين والعاملين الاخرين بالمدرسه. يعني انا عندي مثلا انا بدخل فصل، في معلم تاني بماده تانية بيدخل نفس الفصل،
مفيش اي مانع ان احنا نقعد مع بعض ونتبادل المعلومات حول التلاميذ. لو انا مثلا في تلميذ عنده مشكله ومحتار في حلها، ممكن اقعد مع مدرس بيدخل نفس الفصل ونتبادل، هل المشكله دي موجوده عنده في حصته ولا في حصتي انا بس؟ طب هي لو موجوده في الحصتين تبقى مشكله عنده، طب نقدر نستعين مثلا بالاخصائي النفسي بالاخصائي الاجتماعي، نقدر نعرف اصل المشكله فين ونحلها. يبقى اول محور فهم الايه؟ التلاميذ. فهم التلاميذ ده في نقطه مهمه جدا جدا، عشان اكون فاهم اللي قدامي هقدر ان انا احدد الطريقه المثلى للثواب والعقاب. وبلاش نقولها ثواب وعقاب، لان طبعا العقاب ممنوع في المدارس بتاعتنا، فنقدر نقول المدح والتوبيخ. المدح والتوبيخ كويس. دي نقطه بقى مهمه جدا 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 عندي في محور فهم التلاميذ. كويس قوي. بالنسبه للمدح اتفضلي. لما تلاقي طبعا المدح بيحصل امتى؟ لما يصدر شيء كويس من التلميذ اللي عندي. تمام كده. طيب المدح ده دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. نركز فيها. النقطة دي بتقول ان المدح يكون مدح التلميذ مقارنة بنفسه وليس مقارنة بزملائه. بمعنى ايه؟ هايل يا استاذ محمد. بمعنى ايه؟ انا بمدح التلميذ، كل معلم شايف حاجه بجد يركز في النقطه دي، لان دي الحقيقه دور كبير جدا على المعلم. بالزبط. وممكن طالب بالذات في المراحل الاولى من التعليم يحب العمليه التعليميه جدا لو حصل انه حب في مدح على الشغل اللي هو بيعمله، لكن بالزبط. ممكن طالب تاني بقى يتاثر جدا لو مدح المعلم طول الوقت طالب في مقابل مقارنته بطالب اخر. بالزبط. او طالب قاعد معاه في نفس الفصل الدراسي. بالزبط. دي ممكن تقفل طالب من العمليه التعليميه. بالظبط. يعني المعلم لما بيجي يمدح طالب بيمدحه ان هو عمل سلوك كويس مش كان موجود قبل كده، يبقى انا بقارن الطالب بنفسه. انت كنت ايه وبقيت ايه؟ لكن ما اقولش للطالب انت كويس واصبحت كذا وكذا، كلهم احسن منهم كلهم او احسن من زمايلك كلهم ده او كذا وكذا. يبقى المدح يجب ان يكون مقارنه التلميذ بنفسه وليس بزملائه. تمام كويس قوي يا استاذ محمد. طيب في نقطه احنا كنا بنعملها او الناس بتعملها معانا واحنا صغيرين، بس النقطه دي ممكن تظهر ان هي كويسه بس لازم ناخد بالنا منها ان هي ممكن ما تكونش كويسه. ايه هي؟ موضوع ان انا بخلي الثواب او المدح عن طريق اعطاء قطع حلوى للتلاميذ. بيحصل ده التلاميذ بتنبسط وبتفرح كلنا خدنا يا استاذ محمد. بالظبط. بس الموضوع ده على المدى البعيد غلط. غلط ليه؟ ليه؟ انا كتلميذ اتعودت ان انا خلاص عايز اقوم اجاوب، عايز اقوم اعمل السلوك ده علشان اخد قطعه الحلوى. طيب هل قطعه الحلوى هتفضل موجوده على طول؟ يعني هل كل حصه او كل او معلم غير التاني المعلم ده مش بيديني حلوى ليه؟ يعني اصبح الحافز عندي الحصول على قطعه الحلوى. طب اذا غاب الحافز؟ غابت النتائج اللي انا ارضاها من الطالب. يبقى ما اربطهاش بالموضوع. بالنسبه بقى للتوبيخ، وانا بوبخ طبعا ممنوع العقاب، احنا عارفين ممنوع العقاب الجسدي في مدارسنا او البدني. ده يعني بص حاجه في المدرسه وفي البيت وفي كل حاجه. بالظبط. الله ينور عليك. الاعتداء على الطفل جسديا ده شيء يعني مرفوض تماما. بالزبط. وغير مقبول. واللي مرفوض برضو العقاب الوجداني. والعقاب الوجداني نفهم يا استاذ محمد ايه العقاب الوجداني؟ العقاب الوجداني ان انا اصف الطالب اللي عندي بصفات سيئه مثلا. انت فاشل. انت سيء. انت كذا. انت زمايلك كلهم فاهمين انت مش بتفهم ليه، انت تعبتني جدا. بالزبط. على فكره ممكن يكون فعلا زي ما حضرتك بتقول كده الطالب بيتعب المعلم او ان هو فعلا مش فاهم لانه عنده قصور في حته معينه. ممكن في طالب حد بيساعده في البيت، طالب تاني ما حدش بيساعده في البيت. بالزبط. طالب هو على فكره مش اهتماماته، يعني بعد كده يمكن عندنا تشعيب ادبي وعلمي في ثانويه عامه لانه في طالب قدراته علميه وفي طالب قدراته ادبيه، فممكن يكون المواد العلميه هو مستواه مش كويس فيها لانه مش فاهمها فعلا. بالزبط. مش مستواه او مش قدراته. بالظبط. كمان العقاب الوجداني بيأثر على تنمية المهارات الحياتية لدى الطفل اللي المفروض أصلا نظام التعليم الجديد اللي هو 2.0. أيوه. عايز يعمله. يعني أنا عندي 2.0 عايز يعمل إيه؟ عايز ينمي المهارات الذاتية زي مثلا التواصل. كويس. زي الإبداع. طيب هل الطفل هيبقى مبدع لو أنا وبخته وجدانيا قدام زمايله مثلا؟ يا أنا بقضي عليها كده تماما. بموتها طبعا. بموت عنده نقطة الإبداع لو أنا مش هقول اعتديت عليه بدنيا، لا ده لو اعتديت عليه وجدانيا ان انا اسيء له او اصفه بصفات سيئه. ده بالنسبه للمحور الاول اللي هو فهم الايه؟ فهم التلاميذ. طيب يعني الحقيقه ده يعني كلام مهم جدا ولازم نركز جدا انه محور فهم التلاميذ من المحاور اللي لازم كل معلم يبقى مدركها تماما، لانه لو نجحنا في فهم التلاميذ هندخل بقى على المرتكزات الثانيه او المحاور الثانيه. بالظبط. لو ما بنيناش صح يبقى يا استاذ محمد مش هنقدر نبني المحاور الثانيه. عشان كده انا بدات بيه لانه يعتبر اهم حاجه. طبعا الطالب انا فهمت الطالب اللي قدامي خلاص. المنتج اللي احنا عايزين نخرجه. بالزبط. بشكل جيد. المرتكز الثاني. المرتكز الثاني العمل او التعلم داخل مجموعات. التعلم داخل مجموعات. ان المعلم بيقسم التلاميذ اللي عنده في الفصل الى مجموعات، بيديهم بعض المهام البسيطه
بيديهم بعض المهام البسيطة اللي هم ممكن ينفذوها. طيب أنا مقسم الطلاب أو التلاميذ اللي عندي لمجموعات، إيه المكاسب اللي ممكن أجنيها من الموضوع ده؟ أول حاجة أنا كده بنمي عندهم مهارات حياتية هيطبقوها بعد كده في حياتهم. يعني أنا كواحد طفل أو تلميذ أصبحت موجود داخل مجموعة، المجموعة دي وأنا بتعامل معاها عشان ننفذ اللي المعلم طلبه مننا، اكسبت إيه؟ اكسبت عندي تعاون، اتعلمت قيمة التعاون، اتعلمت قيمة التواصل، تعاون، تواصل، تفاوض. طب تفاوض كويس. ازاي؟ واحنا بنشتغل عايزين نعمل حاجة معينة، فحضرتك ليكي رأي وانا ليا رأي، فاحنا عايزين نوصل لحل وسط عشان ننفذ. تمام؟ يعني حضرتك ليكي رأي وانا ليا رأي، ده شيء مطلوب جدا يا سلام. فداخل المجموعة هنتفاوض عشان نوصل الكلام. صحيح. ده صحيح. وبكده برضو يبقى انا علمته حاجة اسمها حل المشكلات. طبعا. تمام؟ طبعا. بكده علمته حاجة اسمها احترام التنوع. يعني ايه التنوع؟ الله عليك يا استاذ محمد. بالظبط. ان انا مش انا يعني اي واحد مختلف معايا في الراي. طبعا دي حاجه احنا بنعاني منها ككبار. ده طفل حضرتك بياخد لسه المناهج المراحل الاولى من التعليم، تخيل حضرتك ده طالب بعد كده جامعي او طالب واحد بقى موجود في بيئه عمل. بالظبط. هو متعود من الصغر على التفاوض وعلى الاراء. احنا ككبار بنعاني من القصه دي دلوقتي. صح. في بيئه العمل ممكن تعاني جدا. كبار ما بيقبلوش التنوع. أيوة. لكن انا من هو صغير لما اخليه يشتغل في المجموعات يبقى انا كده بربي عنده حاجه اسمها اختلاف الاراء الاخرى، وانه في حاجه جميله جدا، اسماء اراء مختلفه اصلا. بالزبط. مش راي واحد دايما. بالظبط. في حاجه تانية جميله جدا بعلمها له من خلال عمل داخل المجموعات، بديله قيمه ان هو عشان يحقق هدف لازم يبذل مجهود. كويس. خلاص انت الهدف الحاجه اللي انت عايز توصل، المعلم دلوقتي طالب منكم حاجه، الحاجه دي عشان تتحقق لازم ابذل ايه؟ مجهود. مش هقعد كده لحد ما الحاجه تتحقق واللي حواليا يعمل. بالظبط. بعلمه. طيب في حاجه اجمل بقى. اما يحقق الهدف اللي المعلم طلبه منه بيشعر بالمتعة، نتاج الإنجاز اللي حصل عليه. ما أنا خلاص حققت اللي المعلم عايزه مني. في بقى حاجة اسمها احنا ككبار نحسها برضو اسمها متعة الإنجاز. حضرتك لما يبقى عندك عمل مكلفة بيه وبتخلصيه، طبعا عمل شاق جدا وبتخلصيه كده، في النهاية بتحس بإيه لما بتخلصيه وبتنجزيه كما يجب أن يكون؟ بتحس بالراحة والله. متعة. المعلم برضو من خلال ملاحظته للمجموعات اللي هي شغالة بيقدر يعرف ويحدد الطلاب او التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلم. يعني مثلا من خلال التحدث داخل المجموعه الطلاب مع بعض بقدر اعرف مين التلميذ المنطوي، مين التلميذ المتحدث قليلا اللي هو ما يحبش يتكلم. تمام. مين التلميذ، يعني بقدر اعرف ان التلميذ ده عنده صعوبات تعلم وبالتالي بحدده عندي وبعرف ان انا اعالجه بعد كده. ده العمل داخل الايه المجموعات. في بقى نقطه اخيره ونختم المعيار ده اللي هو وانا بعمل المجموعات. يجب أن تكون المجموعة متجانسة. بمعنى إيه متجانسة؟ بمعنى إيه؟ أنا عندي مثلا 20-30 طالب في الفصل، 40 طالب في الفصل، زي ما يكون، وأنا بقسم المجموعات أحاول إن أنا طبعا عارف الطلبة اللي عندي المميزين والطلبة العاديين أو الأقل شوية. المفترض إن كل معلم مقسم الفصل الدراسي عارف يعني الطالب المتميز، الطالب المتوسط، الطالب الضعيف. بالظبط. وأنا بقى بعمل المجموعة. ينفع اخلي مجموعه فيها الممتازين كلهم ومجموعه فيها العاديين او الضعاف؟ ما ينفعش. فبعمل حاجه اسمها تجانس. تجانس. يعني ايه تجانس؟ يعني من ده على ده زي ما احنا بنقول، يعني حط حد مميز مع حد اقل. مجموعه من 5، 2 متميزين، 2 متوسطين، 1 ضعيف. طيب لو انا عايز اعمل بقى قائد لكل مجموعه. كويس. من وجهه نظري يفضل القائد يكون 2 مش 1. يعني فعلا احنا دايما نقول ان المركب ليه رئيسين تغرق. ماشي. لكن هنا هخلي في الفصل لا في الفصل هخليه له 2. طب ايه الحكمه من كده؟ انا هاخد واحد مميز او متحدث كويس مع واحد اقل شويه. طيب ليه؟ الاقل شويه ده انا عايز اعلمه القياده. عايز اعرفه انه ما ينفعش اخليه لوحده قائد، فهتبقى في مشكله. بالظبط. ما ينفعش اخليه لوحده قائد. طب ما اخليش واحد قائد يبقى قائد اهملته طول السنه، معاون او قائد مساعد. بالزبط. فتره وبعدين بعد كده هنوصله للقائد. بالظبط. ده اللي انا اقصده، ان هو يحاكي زميله. يشوف زميله المميز ده بيعمل ايه، بيتكلم ازاي، ايه تصرفاته، وبالتالي هو يبدا ياخد الجرأة شويه ان هو يتعلم منه كده. تمام. كويس. ده بالنسبه للعمل داخل الايه المجموعه. المحور الثالث، تقديم دروس جيده، ان المعلم يقدم الدروس دروس جيده. يعني ايه يا سبحان؟ يعني المعلم، اي معلم فينا مهما وصل لدرجه عاليه او مستوى عالي من ان هو بيقدر يعطي الدرس بطريقه جيده للتلاميذ، المفروض ان هو ما يرضاش بالمستوى اللي عليه ويحاول يحسن
اكتر واكتر من مستوى الدرس اللي هو بيخرجه. طب انا كمعلم عايز الدرس بتاعي يطلع بصوره جيده، المنتج بتاعي، ما هو الدرس بتاعي ده المنتج، انا مصنع بطلع منتج، ففي حاجه اسمها الجوده، ان المنتج اللي انت طلعته جيد ولا رديء. طب انا الدرس اللي انا هطلعه كمعلم عايز يكون جيد مش عايز يكون ايه؟ رديء. ايه المفروض عليا ان انا اعمله؟ اول حاجه، وزي ما احنا عارفين في علم الاداره برضو حاجه اسمها التخطيط. كويس. اول حاجه، المدرس اللي يروح يدي الحصه بتاعته من غير ما يكون مخطط لها وعارف هو هيستخدم ايه جوه الحصه وعارف هو عايز ايه من الحصه، الحصه عمرها ما هتكون ناجحه طبعا يا استاذ. يعني لازم يكون في تخطيط للحصه. وفي حاجه، كان في مقوله جميله جدا في الاداره بتعجبني في موضوع التخطيط والاداره ما دام ربطوا ببعض، يعني يقول لك ايه؟ في الاداره بتعتمد على بتعتمد على الايه؟ التخطيط. اول حاجه زي ما قلنا تخطيط. طيب قول لحضرتك ايه بقى؟ كل ما يخطط ينفذ. كل ما يخطط ينفذ، بمعنى ان كده يبقى في خطه عمل فيها اهداف، في خطه تنفذ مراحل اوليه كده ومراحل مبدئيه لحد ما نوصل. كل ما يخطط ينفذ، وكل ما ينفذ يتابع، وكل ما يتابع يقيم، وكل ما يقيم يقوم، وكل ما يقوم ينجح، وكل ما ينجح يستمر. حلوه قوي القاعده دي. يعني انا بخطط، تلخيص كامل لموضوع الاداره. خططت، نفذت، تابعت، قيمت، هقيم، بعد ما هقيم هقوم، هقوم شوف الغلطات اللي عندي. أيوة. عشان اصلحها. عشان اصلح. طيب قومت، يبقى الحاجه دي اصبحت ناجحه، ما دام الحاجه دي ناجحه هتستمر. تمام، ده كده المرتكز التالت. ندخل المرتكز يعني الرابع. ده انا وقت 5 دقائق، فناخد المرتكز الرابع والخامس. المرتكز الرابع، توفير بيئه تعلم جيده. يعني ايه توفير بيئه تعلم جيده؟ احنا بلاش نقول الطلاب، اي حد فينا لو عايز ينجز عمل والمكان اللي هو موجود فيه او متواجد فيه غير منظم مثلا، شكله مش كويس، غير مريح نفسيا، هل هينجز العمل؟ مش هينجزه طبعا. طيب انت كتلميذ، التلميذ ده عندي في الفصل عايزه ينجز العمليه التعليميه، عايزه يفهم وعايزه يحصل معايا، ينفع اقعده في فصل ما يكونش فيه بيئه تعلم مهيئه جيده ان هو يتعلم؟ بالتاكيد طبعا ما ينفعش. طيب عشان اخلي فيه بيئه تعلم جيده اعمل ايه بسرعه؟ المعلم اول حاجه بيدخل الفصل يشوف المنظر الجمالي او المنظر العام للفصل، بمعنى ما يكونش في قمامه متناثره في الارض. تمام، اتاكد انا كمعلم داخل اتاكد ان الفصل تم تنظيفه، ما فيش قمامه، اتاكد ان الديسكات بتاعت الطلبه منظمه، مش ديسك مثلا متجه كده وديسك متجه كده، والولد عشان يبص لي عيني عامل كده، فاهمني حضرتك؟ لا، الديسكات تكون منظمه حسب ما المعلم شايف هو هيعملهم في مجموعات ولا هيخليهم كلهم يبصوا. بالظبط. تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها المعروضات بتاعت التلاميذ. يعني ايه المعروضات؟ الاعمال اللي هم عملوها، الانشطه اللي هم نفذوها. الانشطه دي حضرتك بتتعلق في الفصل. يجب على المعلم ان لما يجي يعلق المعروضات او الاعمال بتاعت التلاميذ ما يفضلش الاعمال الكويسه ويسيب الاعمال السيئه. دي حاجه عندنا كمعلمين، يعني انا لوحه مكتوبه بخط جميل وجماليه وكده بعلقها، لوحه تانية مش كويسه فمش بعلقها. ده طبعا بتاثر نفسيا على التلميذ اللي عندي او على الطالب. لا، حضرتك علق كل المعروضات، التلميذ هيحس بالانجاز وهيحس بالفخر وهيحس ان له مكانه مهمه جدا داخل الفصل لما يشوف العمل بتاعه متعلق. والمعروضات تعلق او تعلق في مستوى نظر الاولاد، ما تكونش فوق خالص في السقف في الولد كده، ما تكونش تحت خالص، يعني تكون في مستوى ايه؟ في مستوى نظر. طبعا المعلم هو بيكتب على السبوره، يكون الخط واضح ويكون منظم، ويتاكد طبعا احنا قلنا في اول عنصر ايه؟ فهم التلاميذ. تمام. طبعا. طيب انا فهمت التلاميذ اللي عنده وعرفت الفروق الفرديه بتاعتهم، فعرفت مين عنده ضعف سمع مين عنده ضعف بصر. تمام. فلازم المعلم يراعي النقطه دي، ان اخلي ضعف البصر والسمع دول في الاول، اخليهم في الاول عشان يشوف السبوره كويس، مش اخليه قاعد في الاخر وانا عارف ان هو ضعيف البصر وعارف انه مش هيشوف السبوره، فما ينفعش. ده كله بيدور حول بيئه التعلم الايه؟ الجيد. اخر حاجه بعد بيئه التعلم الجيده، التعاون مع الاخرين، ويمكن ده انا اشرت لها في الاول. التعاون مع الاخرين، من هم الاخرين؟ الاخرين المعلمين اللي موجودين معايا في الفصل، والعاملين بالمدرسه، واولياء الامور. لازم اتعاون مع دول كلهم علشان انجح العمليه التعليميه داخل الفصل. طيب المعلمين اللي معايا في المدرسه بينقسموا قسمين، في معلمين اكبر مني ذوي خبره طبعا، وفي معلمين زمايلي. المعلمين الاكبر مني ذوي خبره دول مش في مانع خالص ان انا اتعلم منهم،
مش عيب ان انا اتعلم منهم طبعا. سواء في تدريب احنا عندنا واحد وده الحقيقه ده دي نقطه برضه يا استاذ محمد مهمه جدا يعني في اي تخطيط حالي للتحول الرقمي او انه الدوله تتجه للتحول الرقمي انه لازم يبقى في حرص شديد جدا على الخبرات او الناس الاكبر سنا في اي مؤسسه بالزبط. لانه الخبره النظريه دي او الخبره اللي اكتسبوها من مهنتهم طبعا. دي ممكن توفقنا جدا بقى في التحول الرقمي طبعا. اللي احنا عايزينه. كان عباس العقاد بيقول اذا اردت ان تضيف حياه الى حياتك فعليك بالقراءه. انت حضرتك قضيتي عمرك في خبرات، والخبرات دي كتبتها في كتاب، جيت انا خدت الكتاب على الجاهز، فانا خدت صحيح. الخبرات صحيح. فالخبرات مش عيب ان انا اتعلم من زمايلي الكبار طبعا. في سواء من وحده التدريب في التدريبات او من الاجتماعات المدرسيه اللي احنا لازم يكونوا موجودين في وحدات التدريب طبعا. المعلمين الزمايلي ما فيش مشكله زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه ان احنا نتبادل المعلومات مع بعض حول التلاميذ تمام. اولياء الامور لازم طبعا اشاركهم معايا في العمليه. يمكن ده اللي بنختم بيه استاذ محمد. احب حضرتك توجه اي رساله لكل الناس اللي بتشوف حضرتك دلوقتي والمعلمين زملائك، واحنا بنتكلم عن معايير اداره الفصل لدى المعلمين. يعني كلمة بختم بيها طبعا، أتمنى طبعا عارفين إن المعلم محور أساسي في المجتمع المصري، وعارفين إن هو أساس لتقدم يعني الدولة بتاعتنا وبلدنا الحبيبة، فنرجو إن هو دايما يكون عنده حاجة اسمها تنمية مهنية، إن هو ينمي من نفسه وينمي من قدراته، يتعلم من زمايله، يحاول إن هو يعني إيه، هو صاحب رسالة كبيرة جدا، فالرسالة دي لازم تكون على قدرها إمكانيات وقدرات وخبرات معينة لازم حضرتك تكتسبها. وأشكر حضراتكم جميعا. نشكرك جدا أستاذ محمد عيد الشحات الباحث دكتوراه في اللغة العربية جامعة المنصورة، ونتمنى بجد نشوف حضرتك مرة تانية، ونتمنى نشوف شكل المدرسة المصرية مختلف، شكل المعلمين وشكل منظومة التدريب والإدارة مختلف تماما إن شاء الله الفترة الجاية. شكرا لحضرتك. نشكرك جدا لحبيب. وبنشكر حضراتكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى نشوف حضراتكم مرة تانية إن شاء الله وبرنامجكم حديث التعليمية.